كابتن تامر. ايوه طبعا. شفنا عبد الله يعني تاكيده على انه احنا بنتجاهل رغبه اللاعب. وانا للاسف سمعت كلام يعني كتير جدا قال لك لا ما هو اللاعب مش هيختار كل حاجه، يعني هو عايز يختار يمشي من الاسماعيلي، بس كمان مش هيفرض على الاسماعيلي هو يروح فين تحديدا. هل ده كان من الممكن؟ طيب اقول لحضرتك حاجه بس الاول على عبد الله. يعني عبد الله ما شاء الله، يعني لو اتعاملت معاه من قرب والناس هتعرف الفتره الجايه دي، يمكن عشان السبوت هيبقى عليه بقوه قوي في الاهلي. هو من اقدم الناس اللي انت ممكن تتعامل معاهم. صحيح. وفي نفس الوقت هو يعني خجول، ما بيحبش يزعل حد. واضح واضح من الاجابات كلها. الناس في الكلام وكده مش عايز يزعل حد، بس هو كان في القصه دي واضح جدا معايا خلال اخر اسبوعين ان هو كمان اثبت ان هو محترف جدا، بمعنى ان هو كان مركز جدا، انا لاعب كره قدم مهمتي ان انا العب وهترك التفاوض لمدير اعمالي. هو يبقى مسؤول وينقل لي في الاخر، فانا بقول رغبتي واتجه لكده. فكان ده اللي انا قلته، ان لما كانت الرغبه الماليه هي الاقل، عبد الله قال لي انا عايز العب في النادي الاهلي. تمام. قلت له خلاص احنا هنبلغ الناس الثانيه عشان نخش على المرحله ان ما نخليش يحصل مزايده غير مبرره او مزايده مبالغ فيها، فان كل الانديه بتعرض، فبالتالي الموضوع ممكن ما يخلص، بالذات ان اول ما احنا قلنا كده كان ناقص 3 ايام على القيد الاولاني قبل ما يتمد. ففي رغبه اللاعب احنا واخدينها وبلغنا الناس في الاسماعيلي، دليل ان اول ما جه الدكتور رأفت عبد العظيم والمجلس بتاعه كانوا هم خلاص خدوا القرار ببيع عبد الله على فكره للنادي الاهلي. خدوا القرار بالبيع للاهلي. طبعا. وبدايه التفاوض اتكلم الكابتن محسن مسيح مع الكابتن عدلي، وبعدين انا صحيح. دخلت في الموضوع للتقريب وجهات النظر على اساس ان خلاص هو رغبته ده، بس كان في مخيلتهم ان ممكن يقول 12 مليون فيتوافق عليها او بتبقى 10، فالكلام كان هيبقى فيه مبالغه جدا. اما الاهلي ثبت عند 6، هي دي بقى اللي وقفنا عندها، والاهلي يعني قعد بقى شويه وقال ده رقمي. وده اللي خلى ال 48 ساعه اللي فاتت فعلا اشغال شاقه. لا اللي خلاها ايه بقى، ان احنا كنا بنتصل بالناس في الاسماعيلي وهم كانوا بيتصلوا بينا والموضوع رايح جاي بسرعه، انا بتكلم عن نفسي يعني. لكن من ساعه ما القيد اتمد بقى عندهم فرصه بقى، فخدوا 3 4 ايام ريست كده يحاولوا يوصلوا لسعر اعلى بكتير من اللي اتعرض، وكان مبالغ فيه بقى. ده اللي احنا قلناه بقى، ان اذا الرقم الاول اتعرض ما فيهوش بخس الحق الاخرين ويقدر قيمه اللاعب، بس في نفس الوقت نقدر المده اللي باقيه، يبقى مقبول. لو انا قلت 6 وانت قلت 8 فوصلنا ل7، كان ممكن الموضوع ياخد يوم. لكن انا لما اقول لك 6 وتقول لي 12، طب ده كلام برضه ما انا مش عارف اعمل ايه. فلما قلت مد هي دي اللي عملت الازمه. لكن احنا كان عندنا نقطه حاسمه، وانا كنت في كل مره بقولها نقطتين، والله انا كان عندي نقطتين حاسمتين. واحد ان رغبه اللاعب هي الاكيده مش رغبه النادي. صحيح. النادي من حقه ما يمشيهوش. ايوه. ما دام عقده مستمر. لكن مش من حقه يوديه هنا او هنا، هو يوديه في الحته اللي هو عايزها يا يقعد اللاعب. النقطه الثانيه، طب اديني زي ما الاخرين عارضين، ده كلام برضه مش منطقي. لانك ممكن تعمل لي عروض مش طبيعيه. مصطنعه. صحيح. مش عايز يروح لهم، يبقى انت ما ينفعش تخش في دي. النقطه الثانيه ان اللاعب عندك وقت، يا يمشي في هذا الوقت يا يقعد عندك. فهم طبعا التانيين كانوا مضغوطين، ودي نقطه برضه ما كانتش ايجابيه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، ولكن في الاخر والله ما اتبخت حقهم. يعني عايز اقول ايه، ان هناك فرق بين ان انا استغل ظروفك الماليه فاضغطك، وبان انا اديك حقك حتى وانت عندك ظروف ماليه. انا شايف ان النادي الاهلي قام بالدور ده في الفقره. هو حصل يعني نقطتين، لو انا هحكي بقى الحاجات اللي هي طبعا ما هو لازم الناس تعرف التفاصيل اللي المهندس عادل مش عايز يقولها. هو بس عندي انا ما ينفعش يقولها هو قاعد، بس يعني بس عندي من غيره كان في حاجات كتيره ممكن. قول لي بقى، يعني انا اولا عرفت انه بعد الحلقه اللي فاتت من ملك وكتابه رحت البيت وكان فيه سهره للصبح. هو يعني دي كانت يعني دي النقطه الفاصله في انتقال عبد الله للنادي الاهلي. هو السهره الفاصله. طبعا قبل الفتره دي كان الامور ممكن، يعني ساعه الجد احنا خلاص اخترنا الاهلي وخلاص، بس في الاخر في تفاوض. وهذا التفاوض بيبقى فيه نقاط، النقاط دي ما بتبقاش واضحه، لان ممكن ناس كثيره تخش تتكلم فتدي معلومات مش صحيح. صحيح. النقطه الفاصله فين عبد الله؟ احنا عبد الله كان قال لي انا مش هقدر اتعامل ولا اتكلم، عشان انا فعلا يعني عبد الله كان فعلا في حاله صعبه جدا، تعرض لشكل من اشكال ان الناس في الاسماعيلي زعلانين منه، زوجته في حاله وضع وتعرضت لموقف ما كانش طبيعي، هو نفسه بيختار وعايز يخلص وياخد قرار. خلي بالك الانتظار اصعب حاجه. طبعا. عارف ده انتظار المولود وانتظار صحيح الحدثين السعيدين. يعني لو النتيجه جت انه قاعد في الاسماعيلي، او النتيجه جت انه راح الاهلي، ايا كانت النتيجه افضل مليون مره من انتظارها. صحيح. الانتظار صعب. بس هو عموما لاعب موهوب ولاعب محترم في سلوكه، فيستحق كل الاهتمام ده طبعا.
طبعا. فكان الموقف ان الساعه 2 الصبح تليفونات شغاله، احنا عايزين عبد الله، لازم نعرف الولد عايزنا ولا لا، او رغبته الاكيده، عشان احنا بنخش في مرحله اخرى والادارات هتبتدي تتكلم مع بعضها بشكل قوي، لان ناقص يمكن مده يومين مثلا ولازم. فكانت القصه خلاص يلا بينا بقى ناخد موقف ان احنا نقعد وفيس تو فيس، ويحصل اتصالات مباشره بعبد الله، وروحنا للكابتن عادل فعلا وقعدنا، وحصل كلام مع كابتن خطيب والكابتن سيد عبد الحميد كانوا في المغرب، وحصل كلام واذن الفجر وانتم بتتكلموا في التليفون. لا احنا صلينا الفجر هناك، والكابتن عادل قال تعليق لذيذ جدا، قال انا حاسس ان الموضوع ده هيكمل، لان انا صليت مع وليد سليمان الفجر برضه في شبرمنت. هو الفجر في شبرمنت دي كلمه سر، الشبرمنت دي بقت مشهوره جدا. فحصل التوافق، فمشينا انا وعبد الله الفجر بالشاشه كده، وانا حسيت ان هو مستريح. قال الاسماعيلي هيعمل ايه؟ قلت له والله ده فجر الثلاث، فجر. قلت له يا عبد الله والله هتتباع يوم الاربع بالليل. قال لي اشمعنى ليه مش النهارده ليه؟ قلت له والله انت مش هتتباع الا في اخر لحظه، اسمع كلامي يا ابني من خبرتي كده بقول لك، انت هتتباع يوم الاربع بالليل ان شاء الله. ماشي يا ابني واصبر كده وخلاص، لما انت خدت قرارك لو ربنا كاتب انك تقعد في الاسماعيلي خلاص يا ابني يبقى ده ربنا كاتب كده. فهو يعني سلم بقى، عارف لما توصل لمرحله انك تسلم امرك لربنا سبحانه وتعالى، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يقوم ينصرك ويجيب لك انت. فكانت النقطه اليوم ده كان يوم فاصل. النقطه الثانيه الفاصله بقى لما الادارات دخلت مع بعضها بقى. خلاص بقى الادارات فوق بقى الناس، رئيس النادي يتكلم مع نائب رئيس النادي، والقصه دخلت دي برده كانت نقطه فاصله وجهه نظري بقى، لان انا كنت بره ساعتها اقول وجهه نظري فيها، ان تم يعني نقول ايه بقى، خلاص احنا وصلنا لكده وعارفين ان احنا هناخد كده، لكن خدوا الحتتين دول كمان من عندنا عشان خاطر تبقوا راضيين والجماهير تبقى مع بعضها تهدى. ودي الحكمه في ان احنا كان ممكن نوصل لرقم اقل من اللي احنا وصلنا له لو ضغطنا شويه وصبرنا، لكن انا اظن ان اداره النادي الاهلي بحكمتها لقت ان احنا ما فيش يعني نعمل الناس اللي هي عايزاه ونديهم لاعب بحجم امير يساعدهم ويعمل. اذا القصه مش منافسه غير شريفه، لا ده منافسه شريفه جدا، ده تبادل مصلحه حقيقيه بالظبط كده. وكان غرضها ان فعلا بلدنا محتاجه منا ان احنا يعني ممكن نساعد بعض بس في الاخر ما يبقاش التنافس للدرجه اللي نخرب بيها على بعض. انا استفدت منك لاعب ذو قيمه، اديتك لاعب ذو قيمه واديتك فلوس تساعد بيها وبزياده كمان عن اللي ممكن كنا ناخده لو احنا اصرنا على وضعنا. فانا احترمت اداره النادي الاهلي والكابتن خطيب والكابتن حسن والكابتن عدلي في الجزئيه دي، مع انه والله كان ممكن الامر يخلص اقل من كده، لكن انا اقل من كده طبعا طبعا. انت النهارده مين اللي مضغوط اصلا؟ يعني النادي الاهلي مبدئيا عنده ورقه ضغط قويه، رغبه اللاعب الاكيده، ورقم اثنين الاسماعيلي عنده مشكله ضيق الوقت قبل القيد طبعا. انت متخيل ان 7 لعيبه عندي في النادي الاسماعيلي بيكلموني بيقولوا لي امتى عبد الله هيخلص؟ خلص صحيح خلص عايزين نقبض. تعامل اداره الاهلي متمثله في الكابتن حسن والكابتن خطيب والكابتن عدلي مع الموقف في تعاملهم برضه مع ناس محترمه جدا من النادي الاسماعيلي، الدكتور رأفت والكابتن محسن والكابتن عثمان والناس هناك، كان تعامل راقي جدا في موقف ان ناقص ساعات والقيد يخلص. لا انتوا عايزين ايه؟ طب زود شويه. حاضر. اما تنازل عبد الله برضه مش عايزين نغفلها، عبد الله السعيد تنازل عن مستحقاته حبا في النادي، وبرضه رغبه منه انه يخلي الناس في الاسماعيليه يبقوا برضه حاسين ان حتى لو كان اخطا خطا بسيط، مش هنقول بسيط يعني بسيط ان شاء الله يكون بسيط، لكن هو خطا وكده يقول لا انا اعوض الناس، لان انا ما كانش قصدي. انا قصدي ان كل الامور تضافرت ان الامر يمشي بثلاثه، ما عدا بقى الجزئيه اللي حضرتك اثرتها في الاول هي دي اللي احنا عايزين نعلق عليها بقى، وصراع الوكلاء واللي حضرتك قلته صحيح. لان انا يعني انا حتى محمد شيحة والراجل انا اعرفه ما بقتش فاهم ازاي وهو راجل قانوني ومختص يقول لا يعني اللاعب مش هيودي الاسماعيلي غصبا عنه المكان. يعني انا ما فهمتش ازاي وكيل لاعب يعتقد انه ممكن لاعب ينتقل قسرا ما دام ناديه عايز كده. هو احنا عندنا حاجتين، النقطه الاولى من حق اي حد يقول اي حاجه، والناس لو هي مش فاهمه وصدقت بس لما يبقى حد متخصص او شغال في الشغلانه دي الكلام بيبقى مهم. هو احتياج الكلام بالطريقه اللي اتعمل بيها كان مطلبه ايه؟ هو شيحه بيحب الدكتور رأفت جدا وعلاقته بيه تمام، ومن حقه يجيب له افضل المكاسب. فبيحاول يقول كلام يظهر فيه معناه شكل من اشكال الضغط، وهو عمل مشاكل على فكره بين الانديه، خلي بالك عدم وجود شيحه كان ممكن يؤدي لامور ان التفاضي يتم بين الناديين اللي هيتباع للاعب فيهم في الاخر، او هيقعد في من غير ما تدخل انديه وتخلي المصري يبعت فاكس في 6:30 وتخلي الزمالك يبعت فاكس وتقول ان في رئيس نادي الزمالك جاي في السكه، وتعمل شكل من اشكال الايه الدراما اللي انت عشان توصل منها في الاخر لارقام. لا دي الاساءه اللي حصلت في الموضوع، ما كانش صح ابدا ان احنا نخدع الناس.
ونخلي في الاخر يطلع بيان قوي من نادي الزمالك يتكلم عن نادي الاسماعيلي، فالاسماعيلي يرد البيان قوي يعني انتوا بتسيبوا العلاقات ليه؟ برضه احنا ما نحبش كده، يعني انا عن نفسي ما احبش كده، بغض النظر ان الانتماءات ماشيه ازاي، لكن انا حابب ان الناس كانت تمشي في شكل، هتبقى الدنيا سهله. احنا اتكلمنا بخلاص عبد الله اسبوعين، يستحق عبد الله طبعا ننتقل بيه سنه، بس في الاخر كان الامور ممكن تبقى اهدى من كده لو ما دخلتش اطراف حبت تشطر زياده شويه. وانا عموما قلت كده من جميل، قلت يا جماعه الشطاره الزياده هتخلي الكل يخسر. عموما الف مبروك انجازك هذه الصفقه المهمه للاعب، بجد هو لاعب موهوب ولاعب محترم في سلوكه وادائه وفي علاقته مع كل الناس، اعتقد بدايه قويه جدا. هو يا استاذ ابراهيم على الهوا، بس مش عايز الكابتن عدلي يزعل مني لاي طريقه في الكلام او ضغط. انت بس دوختنا شويه لك زي بعض. انا يعني ما تزعلش، وربنا ان شاء الله يكرمك دايما كده وتعمل الصفقات دائما للنادي الاهلي، وانت ان شاء الله يعني قدها وقدود، ربنا يكرمك. وفقك دايما في شغلك كابتن تامر النحاس، وكيل اللاعب عبد الله السعيد، معلنا عن تفاصيل انتقال عبد الله السعيد في واحده من اهم الصفقات. وخليكم فاكرين صفقه مهمه جدا جدا لتدعيم صفوف النادي الاهلي يا باشمهندس. انا عايز اضيف بعض النقاط السريعه لان هو طبعا تامر